قضى زهرة شبابه وراء ظلمة حي الإعدام بعد اعتقاله وهو في العشرينات من عمره بسبب نشره لمنشورات تندد بالأوضاع. فخلال بحثه عن حركة سياسية تناسب أفكاره ارتمى في حضن حركة الشبيبة الإسلامية بقيادة عبد الكريم مطيع، إلى أنها غدرت به وقدمته عدد من المعتقلين الآخرين قرباناً لولائهم. صور مرعبة يرويها أحمد الحو، المعتقل السياسي العائد من المشرحة، عبر حلقات برنامج ذاكرة معتقل. قلت له قالوا لي يدخل الحمام ماشي بحال خروجه، قلت لهم اللي في يديكم ديروه، غتمشي للحبس. قلت لهم لا اقتضى الحال مشي للحبس، ما عندي حتى شي مشكل. الاعتقال انا اصلا ما توقعتوش، وين كنت ما كنتش تنقول ما غنتعتقلش، انه انا ما درت داك العمل تم مستعد لكل شيء. اللي هو ان انا كتبت شعارات تتندد بدك الاحداث الدمويه ديال انتفاضه 81، وتتندد بالدوله في القمع ديالها وفي الاستبداد ديالها وتطالب التغيير ديالها. دونك هذه يعني الاطار اللي كان فيه، يعني خص الملك يمشي في حاله، خاص الدوله تكون دوله ديال الديمقراطيه وديال تحكم للشعب، شيء كل شيء يعني وكيف اطار ان تنصوره. لانه حتى اللي تقال لنا في الشبيبه تقال لنا حنا كنا غير تنسقوا معهم واحد الفتره، ولكن تقال لنا بانه هذا العمل هو عمل على صعيد القطر كله، البلاد كلها غادي دير هذا العمل. يعني بطبيعه الحال ودرناه في الفتره ديال رمضان، يعني اخترنا ديك الفتره ديال رمضان نديروا ديك الشعارات، والناس داخله تفطر ما غادي يشدنا حد، ما غادي يعرفنا حد شكون حنا، لانه هذا العمل فداك الوقت راه عمل خطير، عمل تتسنى انه الا ما قتلوكش تما راه غادي يقتلوك تحت العصا. اخترنا اننا نعلقوا دوك اللافتات، وحتى حد ما كاين لا بوليس لا ناس اللي غادي يشوفنا، كاينين غير حنا تنديو غير تميرات في يدينا وتنمشيو نعلقوا دوك اللافتات. ولكن الغد كان صعيب شي شويه، لانه وجدوا لينا الغد، انه درنا يومين، نهار درنا فيه اللافتات، نهار خصنا نكتبوا شعارات، نهار كتبوا شعارات كان البوليس كله خارج، ولكن كان عنده اشكال انه تي حاضي غير اللافته لا تعلق شي لافته اخرى. حنا لا مشينا تنكتبوا في الحيوط، تنكتبوا في الطريق الحوايج اللي ما انتبهوش ليها. وكان هذاك العمل انا بالنسبه لي هذاك العمل غير فيا شيء كثير، كتائر كمناضل، زادني الثقه في نفسي، حسيت براسي بطل، لانه درت واحد العمل وما استطعتش الدولة أنها تقول شكون هذا وشكون هاد الناس اللي داروه. بطبيعة الحال وكنت نخرج ديك الساعة وخا ما تمشيش نفطر في الدار، وكنت نشوف الارتسامات ديال الناس. بطبيعة الحال خديت واحد الصورة كاين اللي مثلا تبدا تصفر بواحد الطريقة خطيرة، هادشي كاين اللي تيديرها تيهرب ما تيقدش كاع يقرا، كاين اللي كاع تتسمعو ايه واللي ليها ليها درتوها احنا. المهم تتعطيك واحد العدد ديال الانطباعات وانت داخل وسط الناس، حتى واحد ما عارفك راك انت هو اللي درتي داك. انه واحد الوقت تقال لنا بانه هادشي غادي يكون على صعيد البلاد كلها، فاذا بي اللي تنكتشفوا انه يلاه حنا واحد ديك البلاصه في المحمديه واحد الطرف في البرنوصي. بالحال هذا جبد علينا الصداع، محمدية واحد المدينة هادئة ما فيها لا ضغط لا يديك لا يخليك الصبحة مخنوقة، يعني تيتقلب كل شيء، البوليس تا هما مكرفسين الناس هازين الكفاف ديالهم تيفطروا في الزنقة، يعني صبحت واحد الحالة أمنية خانقة لواحد الدرجة لا تتصور. فإذا حنا جلسنا مع راسنا قلنا واش هاد الناس، كيفاش الناس قالوا لينا البلاد كلها وخلونا غير حنا بوحدنا، وحنا اصبحنا دابا في مرأة من حجر، الانفاس ديالنا
اللي تيقرا في الجامعه مخنوق، اللي تيقرا في الثانويه مخنوق، لانه غالبيتنا كانوا ولاد الثانويات. انا براسي قلت يلا خديت البكالوريا ديك الساعه وتسجلت في البيولوجي جيولوجي، كانت واحد الحالة يعني حتى الأنفاس ديالنا مخنوقة، يعني حتى الأسماء ديالنا تعطات من الثانويات اللي كنا تنقراو، كنا تنكتبو داك الشعارات تكتب تحت الله أكبر، بمعنى راه سيروا لهذاك اللي تيصلي، وكاع اللي تيصلي بشاولو يعني داونا وتحقيقات وكذا. وإن كان أنا شخصيا ملي عيطوا عليا مشيت بواحد البرودة، يعني زيد ديك الستيدة مشيت خويا شنو كاين؟ قال لي تعرف البوليس بطبيعة الحال شنو كاين؟ بدا سبفك يا ولد الفاعلة دين امك الفاعل كذا، وجاي تريقل علينا وتحماق علينا. علاش نحماق عليكم؟ او انت ما عارفش شنو جا؟ قلت له ما عارف. بطبيعة الحال قال لي شنو عارف؟ قلت له ما عارف بانه الدنيا كلها تجلخت بالشعارات. شي وحدين انا بديت نهضر بديك داكشي اللي تيهضروا الناس، لأنه شتان ما بين الواقع وباش أشنو تيهضروا الناس. الناس تيقولوا شي وحدين عندهم لي موطار وعندهم بازو كاعنا وعندهم دايرين شي حاجة، تيقول لك شوفوا سكوت والطوال وصحاح وكذا، راه شي داكشي خطير عندهم. وأنا تنهضر لهم بداكشي اللي سمعت، ماشي تنهضر بالواقع. وتعلقت شي 18 لافته، وهي معلقه غير ثلاثه لافتات، وبدا كيقول انت كيفاش عرفتي هادشي؟ المهم في الحقيقه نعاود لكم بحال الاخرى، فيه جالسين تنفطروا، تقال لنا الوالد راه واحد 18 فتيات تعلقوا. الوالد ما قاريش بالنسبه للافته هي الفتيات. هما بداو تيضحكوا ديك الساعه يعني باش توصل هذاك اللي قدام كيعود يضحك، راك صافي خرجتيه على لا. قالوا لي وانت زعما ما عندك علاقه باش؟ قلت لهم انا نعطيكم بالدليل. قالوا شنو دليلك؟ شنو لا اللي بي ديالك؟ قلت لهم امتى جرى هذا الشيء؟ قالوا لي نهار 21 يونيو. قلت لهم 21 يونيو كان عندي الباكالوريا والسيونتيفيك. قالوا لي شنو نجحتي؟ لا والله العظيم لا نجحت، نجيب لك لاتيستاسيون. وفعلا داك الشيء اللي كاين، انا كنت ندوز الصباح وعشيه تمشي نعلق، ثاني الغد تندوز وعشيه تنكتب. بطبيعة الحال انطلت عليهم الحيله، تعاد يقول لي سير اخويا سير في حالك سير، ما كتبوش لي البي في، ولكن شدوني عطاوني قتله ديال العصا، لان ديك الساعه الشبيبه حرقتنا. وك ملي شافونا انتقدنا هذا الوضع ديال كيفاش هذا الشيء، تقولوا لينا انه دات غدار في المغرب كله، فاذا بها مديوره غير في واحد القنت محدد. اسمح لي المناضل لا يكذب، واحرى انت كواحد تتمثل الاسلام تجي تكذب عليا انا؟ لا، من بعد ملي حنا عرفنا هذه المساله ديال ان هذا الشيء كان غير محدود وكانت فيه الكذوب وكانت فيها يعني بحال استغلالنا في واحد، يعني حنا قلنا هما عارفين رقعه المغرب كله ما عندهم علاقه واسعه، ولكن نسينا بانه راه ديك الفتره وقعت انشقاقات كبيره داخل الشبيبه. بطبيعة الحال ما حنا اللي عارفين غير المنطقه اللي حنا فيها، لانه هذا التنظيمات اللي كانت هذاك الشيء واحد التنظيمات اللي شبكيه، يمكن واحد القنت ما تعرفش قنت اخر، ولكن الاشخاص اللي تينسقوا اللي سميتو عارفين شنو كاين، كاين هنا كاين هنا كاين هنا كاين هنا. دونك الصوره اللي تعطتنا بان هادشي غادي يكون في ربوع الوطن كله، كما غنديروا لافته هنا غدير لافته هنا غدير لافته هنا، كما نكتبوا شعار هنا غتكتب هنا، يعني المغرب كله انذاك. وما غاديش تصوري شنو انا تنتصور هذا واحد المشروع ثوري كلنا تنساهموا فيه في التحسيس ديال الناس بالظلم وكذا.
اللي من بعده يمكن يتطور في شكل ثورات كما كاين الثورات الشعبيه اللي وقعت في بلدان اخرى، اللي عطيت كمثال الثوره الساندينيه، كمثال الثوره الاسلاميه في ايران، وكمثال واحد العدد ديال الحركات اللي كانت انذاك. فاللي وقع انه داكشي صدق كذوب. بطبيعه الحال انا وفي المبادئ ديالي انا ما تنخدمش مع شي جهه لانه باغي نوصل لشي حاجه. انا رجل ديال المبادئ، رجل تشرب واحد العدد ديال المبادئ، وتتصور راسو انه يمكن يساهم في صنع واحد الثوره نحو الاحسن. لا بطبيعه الحال غادي نتصاب بخيبه، وخيبه كبيره. المهم كاش تتعامل مع ناس واساسا بانين كل شيء على الكذوب. فقلت ستوب، راه ما يمكنش اسي ستوب. واش تدخل الحمام بحال خروجو؟ هكذا تقالت ليا، واش تدخل الحمام بحال خروجو؟ كيفاش غادي وما كان عندهم مشروع اخر؟ وانه بالنسبه لي هذاك العمل غير بحال شي عمل غادي يورطك فيه. بطبيعه الحال من تما غادي يعطيك الاملاءات وانت غتعود بحال تيلي كيدي، يعني اللي كان المخطط انه غادي يورطك في هذاك العمل. سي يلا تندوف غدير بعد السلاح وغتعود واحد المشروع ديال ملتصق. انا ماشي هذا هو طبيعة الحال. كان ممكن نختار هذا الطريق، ما غنمشي الى الحباسات، ما حتى واحد ما غادي يعرفني. غادي نمشي غنطلع حتى انا لتندوف غنضرب على السلاح واحد الفتره، ممكن نقوم بشي عمل هنا او هنا او هنا، ولكن انا ذاك ما غاديش نكون انا هو ذاك الشخص. انا فضلت نبقى انا هو انا ويوقع اللي ما وقع. وهكاك تحديته، قلت لهم، قالوا لي دخل الحمام ماشي بحال خروجو. قلت لهم اللي في يديكم ديروا، غتمشي للحبس؟ قلت لهم لا، اقتضى الحال مشي للحبس، ما عندي حتى شي مشكل. لو كذا كان اختيار ديالي، وانا بالنسبه لي هذا الاختيار تنسجم مع القناعات ديالي. انا ما جيتش انا باش نمشي في هذا المسار هذا. وانا شخصيا من الناس اللي من صغري تنكره الدم والسيلان ديال الدم. دونك انا تربيت واحد التربيه ديال العنف. اللي هدتني هما القيادات ديال الحركه الشبيبه اللي كنا تنسقوا معاهم، اللي كانوا اساسا من الدار البيضاء. فقالوا لي لما ما تراجعتيش على هذا القرار ديال قطع كل الاتصالات، رحنا غادي نوصلوا كل شيء حاجه اللي غتندم عليها. قلت لهم اللي في يديكم جريوا. ولكن كنت نعرف بان فعلا ان التهديد جدي، لانه حنا كنا تنتعاملوا معهم تتكون تقارير على كل الانشطه اللي تنقوم بها. مثلا درنا لافتات، ها شكون دارها، كيفاش درناها، هكذا، هذه كلشي كانوا تيتسلموا هاد الوثائق. اشنو داروا هما؟ بطبيعه الحال ملي عرفوا ان انا وواحد المجموعه رفضت النصيه عليهم، انهم داروا واحد اللعبه، وهذه من طبيعه الشبيبه كانت تديرها مع كل المعارضين اللي ما مشاش في الخط ديالها. تتقدم مثلا تلوحوا واحد المنشور ان فلان التائر ضد نظام الحسن الثاني، نحن نشد على يديه وكذا، وداك الشيء تدار سميتو تتعلق في منشور. بطبيعه الحال الدوله ملي تتعدى منشور بحال هذا تمشي لهذاك السيد نيشان تهزو تتغبرو. وكانت هذه من السلوكيات اللي وطرات كثير. بطبيعه الحال حتى حنا دار لنا نفس ديك التقارير. جات الناس اللي داروا خطه، انه ديك الساعه انا دزت عند البوليس ما كتبوا لي لا بي بي لا والو، عرفوني ما عندي علاقه بهذاك الشيء، بديك البروده ديالي وبديك سميتو، تاكدوا بان ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء. مشيت انا خرجت مع راسي ديك الساعه واخد الباكالوريا ديالي، مشيت مع راسي تنخرج ديك الساعه المخيمات، نمشيو لشي بلايص ديال ويديان عمو مع راسنا واحد الحاله ديال الاستجمام واسترخاء. بعد 3 شهور يعني بعد هاد العمل غتبدا الاعتقالات. الاعتقالات بدات باش ان هادوك جابوا واحد الشخص مسكين ما عنده علاقه
لا الانتقام لا كذا، ولكن الناس اللي معاه هما اللي جايين هما جوج لاخر داير الخطه انه خصو يمشي يدير منشور، والسيد ماشي ود المحمديه اللي غادي يدير ما عرفش كنت كنا حنا نعرفوا فين البلايص غادي نلصقوا هذا المنشور ونكتبوا هذا الشعار وما غادي يشدنا حتى شي حد، ولكن تجيب واحد ماشي ود المدينه في واحد الفتره اللي العيون ديال 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 المخابرات وديال الاجهزه كلها مسلطه على على كل حركه وسكانه، مجرد ما دار السيد المنشور طاروا عليه طاروا عليه عبد الحال شدوا عيدوا عليه مزيان، يعني حتى قال لهم على الاقل شكون اللي جاي معه، واللي جاي معه هو المقصود، هذاك هو اللي تعرفنا هو اللي عنده الوثائق ديالنا، هو بعد تسنى تعتقلوا باش تيجي للدار جبد الوثائق حطهم في دارو قدام الطابله وقلموا هاد الوثائق خلوهم هنا ما يمسهم حتى شي حد، وبش على اساس انه كان اتفاق بينه وبين موتى انه غادي 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 يصوبوا له سميتو جواز السفر ديالو غادي يمشي في حاله. بطبيعه الحال حنا غنأديو الثمن، وداك الشيء اللي وقع مشى السيد صلخو قتلوه بالعصا اعترف اليوم مشاو لدارو دارو صابوا كل الوثائق. تتعاود لنا الام ديالو انه بداو تيتعانقوا مع بعضياتهم لانهم الخص لهم كل شيء، يعني اني كاع اللي بغيتو تمشيو له تشدوها هما ودي سابدو بدات الاعتقالات. الا ما اعتقلونيش من الدار، ملي جاو للدار شدوا الوالد ديالي تكرفصوا عليه، شدوا الخوت ديالي الوالده ديالي بطبيعه الحال هما مساكن ما عارفين والو، عامل هذا السر اللي بحت تنقولوا غير لنفسي ما نقولوش لبا ما نقولوش لامي ما عليش، ولكن هما اللي اداو الثمن انه تعتقلوا وانا ما كاين شيء ديك الساعه ما كاين لا بورتابل لا والو باش غادي يقول لك الو اجي راه هادي كذا تيشنقوا على الوالد الا ما جبتيش ولدك راه غنتكرفصوا لك، المهم تكرفصوا عليه مسكين بزاف لا هو لا خوتي لا الدار تيقدو يجيو جوج الليل تيتكرفصوا عليهم، الناس كلهم شادين راسهم واش هادو مالهم، هذاك السيد حنا عارفين والله يعمرها دار وليد من احسن الوليدات ديال الجيران مالو هذا شنو داير وشنو، يعني الناس كلهم ضرهم راسهم. بطبيعة الحال انا ملي غادي نجي غتبدا المؤشرات وانا في التران تنسمع الناس يقولوا عرفتي راه شي ناس خطار شدوهم من هذوك اللي كانوا تكتبوا في الحيوطه وهادي وتيديروا لهم الباندا وتيديروا لهم تيفعلوا لهم. بطبيعه الحال بدات الاراسات الاولى ديال الاعتقال تنتخايلها، ولكن جيت للدار وتندخل تنصيب من دبا عندنا في الدار وكاك، وقالت لي الوالده والوالد شوف ولدي اللي كتاب على كتاب حنا ما عندنا مشكل يجي ولدينا يشدونا سير في حالك. انا قلت لهم لا، عمل هذا انا اللي قمت به، انا اللي تنتحمل فيه المسؤوليه كامله، ما غاديش نتحمل انكم تتعذبوا بسببي. مشيت سلمت راسي، ولكن سلمت راسي ما فراسيش انا غادي نوصل انه غادي تحكم بواحد المده طويله، وماشي غنتحكم بمده طويله غنتحكم بالاعدام، يعني ما كش كاع دايره ليا في بالي انه العمل اللي قمت به ماشي عمل ديال عمل ديال واحد كتب في شعارات كتب دال في تا ما غاديش تقطع له راسو، يعني ما تتخيلهاش مع راسك.